الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يصافا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها سعيدا جروزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا ومدى نحن نقص عليك نباءهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شتات هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فإذ التزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويحيي لكم من أمركم مرفاقا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كافيهم ذات اليمين وإذا غربت تغرضوهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبوه أيقاظا وهم رقود ونقلبوهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبوهم باسط ذراعيه بالوسيل واتليت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه وليلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا يا ربهم أعلموا بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى هديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبيت في كافيهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبيت له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمي ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمته ولن تجد من دونه منتهدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروتا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل
يشفي الوجوه بيس الشراب وساعد مرتفقة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يهلون فيها من أصابر من ذهب ويلبسون ثياب خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نيم الثواب وحسن المرتفق. واضرب له مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وخففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يهابره أنا أكثر منك مالا وعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما ظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائما ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأهيت بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خافية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواب وخير عقبى. واضرب له مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله ولا كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير وملا. ويوم نصير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادرهم منهم أحدا. وأوردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم لن نجعل لكم موئدا. وأودي الكتاب فترى المجرمين مشفكين مما فيه ويقولون يا ويلتانا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلموا ربك عهدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا لإبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين. بدل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عدودا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورعى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصريفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيئا جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم السنة الأولين أو تأتيهم العذاب قبولا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادلوا للذين كفروا بالباطل ليدهدوا به الحق واتخذوا آيات وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة وأن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موئد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمالكهم موئدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح
حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي عقوبة. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أريت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الهوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي الصبر. فكيف تصبر ولا ما لم تهد به خبرا. قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فأنت لك حتى إذا ركيبا أنا في السفينة خرقاها. قال خرقتها لتغريك على لك جيت شيئا امرا. قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيته ولا ترهقني من أمري أسرا. فأنت لك حتى إذا لقي غلاما فقتلاه. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جيت شيئا نكرا. قال لم أقل إلك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سأل عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فأنت لك حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يزيفوهما. فوجد فيها جدار يريد أن ينقض فأقماه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه الصبر. أما السفينة فكان لمساكين يعملون في البحر فارتد ونيباها وكان براءهم مليكم يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدي لهما ربهما خيرا منه زكوات وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وما فعلته عن أمر ذلك تعبل ما لم تستطيع عليه الصبر. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إن مكان له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية. ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين وإما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من سلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سبب حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سبب حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إنا ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فعينوني بقوة واجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا وقال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا.
قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في السور فجمعناهم جمعا وأردنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا تدرى جهنم للكافرين نزولا كل هن نبيوكم بالأخسرين عاملا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهابتت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسولي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة فردوس نزول خالدين فيها لا يبغون عنها ولا كل لو كان البهر مدادا كلمة ربي لنفد البهر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جينا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا جزاك الله خير.